الجوب ده المفروض انه يخلص ان 1 ويك، ما ينفعش يبقى 1 ويك ويوم او يجر 2 ويكس، ما ينفعش تبقى عطل شغل ولا ايه؟ يبقى اذا انت مرتبط بكونتراكت خلال تايم لسه متاكد من التايم ده مش كده وبس، ده في كارثه ثانيه. انا لما بعمل تندر، لو انا بعمل تندر علشان اي بروجكت من البروجكتس، انا بيهمني حاجتين. ده لو انا عندي اللكتشر، اصل احيانا تبقى انت مجبر فانت ما عندكش رفاهيه. رفاهيه دي يعني انا عندي وقت وعندي ايه؟ فلوس، معايا الاثنين. فدلوقتي اللي يهمني في التندر ان يقول لي انا خلص لك في شهر ب 1000 جنيه. انا خلص لك في 14 اشهر ب 500 جنيه. انا هخلص لك في اسبوع ب 2000 جنيه. يهمني التايم ويهمني قدامه ايه؟ كوست، تكلفه. يبقى اذا مهم جدا ان انا ابقى سكسسفول ان انا احسب مين؟ الديوريشن تايم بالظبط. بيتحسب من القانون. يبقى اوكي انا عرفت ان انا عندي التايمز عموما اوبتمستك بسمستك وايه؟ وموست لايكلي، وبالتالي بقدر اطلع الافرج بتاعهم علشان يجيب البروجكت. طيب ده حلو قوي. على فكره الديوريشن دايما هي بتساوي الايرلي فينش ناقص الايرلي ستارت. الديوريشنز، بصوا يا شباب، لو انا عايز اجيب الديوريشن، يعني مثلا 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 لو انا اديت لك ده بخمسه وده ب 10، هو الديوريشن بكام هنا؟ الديوريشن بكام؟ ب 5. لان بكل بساطه اطرح دول من بعض يبقى انا جبت مين؟ الرقم اللي عندي. لو انا اديت لك ده ب 20 او ب 80 وده كده ب 40، يبقى الديوريشن بتاعتي كاتبها بكام؟ ها؟ هتساوي الرقم اللي موجود هنا، الفرق بينهم. لذلك ده اللي هو كاتبه لك تحت كديوريشن. معايا يا شباب؟ لو انا كملت هتلاقي عندك اهو، طبعا انا كاتب لك لو انا عايز احسب الديوريشن، يبقى انا ببساطه بجيب الايرلي فينش ناقص الايرلي ستارت والليت فينش ناقص الليت ستارت. خلي بالك ان دول في المالتيبل تشويس بيبقوا كده. يعني الاختيارات دي والكلام ده في المالتيبل تشويس حلو قوي. انزل، في حاجه اسمها توتال فلوت وفي حاجه اسمها الفري فلوت. في حاجه اسمها توتال فلوت وفري فلوت. كفايه كده، كفايه كده والله. لان لو دخلت في توتال فلوت وفري فلوت مش عايز العمليه تبقى فالحاجات اللي انا قلتها دي ذاكرها كويس، والمره اللي جايه اكلمك في التوتال فلوت والفري فلوتس والمعاني بتاعتهم. بس خلي بالك ده كلام مهم قوي. متشكر جدا يا جماعه.